النهارده عندنا فراخ مشويه على الطريقه الهنديه. يبقى عندي صدور فراخ، عصير ليمون، زنجبيل، فلفل حار، بهارات هنديه، كمون، ملح وفلفل وبصل وكركم وتوم وطماطم، زيت عباد الشمس كريستال، وعندي بطاطس. ادي التوم، جنزبيل اهو كده، نضرب دول عشان، وادي طماطمايه اهي، وادي زيت عباد الشمس كريستال، بسم الله الرحمن الرحيم، عصير الليمون، ملح، فلفل، كمون، بهارات هنديه، كركم، توم بودر، بصل بودر، وادي مكعب المرق اهو يا ستي، ناقصها الفلفل الحراق. ادي الخلطة حطيناها كده، الفايدة عندي اهي، بعد ما شلت البطاطس